اليوم وتحت اشراف السيد وزير الصيد البحري والمنتجات السعوديه نحضر فعاليه انطلاق اول عمليه من اجل منح علاوه تحفيزيه المقدره ب 50 دينار بعد صدور الجريده الرسميه. طبعا اليوم رانا في مؤسسه كوسيدير، هذه المؤسسه الرائده اللي كما تلاحظوا انه انتاجها وفير. بدينا من اجل اعطاء صوره لكل المهنيين وكل المنتجين انهم يقدروا يتقربوا، اللي عندهم ترخيص على كل حال يتقربوا من مصالح مديريه الصيد البحري، او حتى ارسال عن طريق منصه رقميه اللي وفرتها وزاره الصيد البحري والمنتجات الصيديه، وحنا كمديريه الصيد البحري راح تنقلوا الى عين المكان من اجل اننا نمنحوه 50 دينار على كل كيلو جرام من السمك البلطي المنتج. مثلا الان عندنا 30 طن من سمك البلطي متواجد على مستوى مؤسسة كوسيدير معد للتسويق، أي معادل 150 مليون سنتيم من العلاوة التحفيزية، وهذا الهدف الأساسي منه هو أننا نزيد نكثف من الإنتاج، إنتاج أسماك، وأيضا من أجل خلق مشاريع أخرى في مجال تربية المائيات. وهذه هي استراتيجية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اللي هي توفير منتوج سمكي طازج لفائدة المستهلكين، وأيضا خلق مناصب عمل من خلال تشجيع هذه الشعبة، شعبة تربية المائيات. كوسيدير للزراعة اليوم تستفيد كأول متعامل اقتصادي من هذه العلاوة التحفيزية والمقدرة ب 50 دينار جزائري عن كل كيلوغرام منتج، مما يحفزنا على التنمية أكثر في هذا النشاط، حيث نسعى إلى استزراع 2 مليون من صغار سمك البلطي الأحمر. احنا جينا اليوم شركة كوسيدير باش نديو منها سمك البلطي، خسارة الوفرة تاع البحر ما كانش، البحر راهو ناقص حوت تاعو. وان شاء الله يكون ديما واجب باش نسوقوها في المسمكات تاع خلشله.